صباح الخير البنات اخواتات الخوت والاميمات والعائله الصغيره والكبيره، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله انتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا تكونوا بصحه جيده ان شاء الله وبخير، ومبروك العواشر يدخلهم الصحه والسلامه. باش تركوا تمنوا الاخواتات والاميمات، عاونونا بالدعوات الاميمات. نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وكل عام وانتم بخير، ومبروك هذا العيد ديال النبوي، دخلها ان شاء الله بالصحه والسلامه وطولة العمر، ويعملها ان شاء الله الشافع فينا في ديك الدار يا ربي الحبيب. واليوم الاخواتات هاني غادي ندير الاحتفال ديال سيد الميلود ان شاء الله. العام اللي فات درته بركوكش، هذا العام حكم شرطوا عليا نديره بالكسكس. واحد صحاباتي ما يعرفوش يديروا الكسكس، قالك ديري لنا الكسكس، هو قلت نشاركه معكم، واخا انا ديجا راني شاركه معكم الكسكس واقيلا شي 3 3 فوا هكا، كل 4 فوا. هي هو اليوم قالك، قلت لهم ديروا بركوكش، قالك حنا ما نعرفوش بركوكش. و ايوا فرنساويات، قالك بغينا الكسكس، وعارفين لافيت ديالنا، عارفين العيد ديالنا، زعما واخا هكا كيعرفوا كلش. مصريه وكحله مسلمه، والمهم جروب تبارك الله. ودرك بغيت نشارك معكم الكسكس. هي عندي بصله مشلطه كما كتشوفوا، عندي اللون، عندي ضمات كنور، عندي هنايا الزيت، راس الحانوت، الابزار، الجنجبير، سكنجبير، عندي هنا الطوماط. الطوماط هنايا انا جبتها، انا نخدم لاصوصتها كما تكون، عندي المطيشه زايده، نطيبها ونصوبها، نديرها في الميكسور ونصفيها ونفرقها في زليفات هكا. لا ما ها انتما راني دايرها ديجا، راني خرجتها باش نفرقها في الساشيات كي هكا. ندير غير اللي غادي ندير، مي تخلوها الطوماط هكا في الفريكو تضيع لنا، نعياو نحتفظوا عليها، ما غاديش ناكلوها كاع في كميه كبيره، غادي ياكلها بنادم في يومين ثلاثه. وانا حكم عندي المطيشه زايده والكونجيراتور غون كونجيراتور ماشي بوتيت، درتها طيبتها وفوتها في الميكسور، ما كانش عندي الوقت باش نشاركها معكم نوريكم اللي ما يعرفوش كيديروا لها. وهذه هي درتها هكا، فرقتها في زليفات وفي المهم في شي لوبول هكا، ندير غير كل مره نديرها بوحدها. درك غادي انا درك راه ولات ليا راه قريبه باش نخرجها من الزليفه، تولي لي هكا ونديرها في الساشيات. من نبغي نجبد نجبد غير الساشيه اللي نديرها. هذه هي الطوماط، وعندي هنايا القزبر، وهنا لي جيم ديال الكسكس كلشي راه يعرفها. ها هي الكابويا، فلفله، انا تعجبني فلفله في الكسكس، نجيب له مذاق زوين، كاروت، كورجيت. وهنا عندي اللحيمه، وعندي هنايا انا نشتري له كرافس، ومن بقاو لي هذوك العميدات ديالها نغسلهم ونديرهم في الكوجيراتور. وعندي هنا الكسكس ديال شوميشه، ها هي شوميشه كاع تقولوا راها ها شوميشه في راه قدامكم. وعندي الملح على حسب الذوق، وهذا هو الخواتات ديالي. درك غادي ندير الحيمه ان شاء الله، الحيمه نديرها في الكوكوت باش ندوز بسم الله. نو بابا نو نو حبيبي، هذا درك ولينا نديرو له خاطرو. قالت لي هاديك ديرو للزين خاطرو، الا ما درتلوش خاطرو واش نقول لكم، يقلب عليا الدار، يقلبها عليا مع راه ملاط. هاني درت البصيله هنايا، راه غيبت وحده البنات، درت اللحم، ندير البصيله هكا، نولي ندير الزيت. نو بابا نو، وندير رشه ديال الملح، وندير الخرقوم، نردو على النار يتقلى لي الطوماط مع البصله، عفوا البصله مع الحيمه، حتى البصله طيح لي البصله كاع ما تبقى. وعاد كنضيف الطوماط حيتاش راها لاصوصت، الا درتها ما غاديش تحر لي اللحيمه ديالي. عاد ونزيد التوابل باش ما يتحرقوا لياش. ودرك هنا غادي ندير اللون، عارفين يد وحده البسلات قال لها جد حنا البيتيز. نو نو بابا نو. وهذه هي البنات، غادي نرد البصيله تشحر، و ان شاء الله ونولي نرد البرمه باش نفور الكسكس، حيتاش عندنا نهار جاري يا الخواتات، راه ديجا عندي 49 وي
نايضه من السبعه سقت الوليدات، دي هذا دي هذا، رجعت للدار مع ديك التسعه. ايوا يلا ديك التسعه يلا غام علي جيم ومع هنايا له. ايوا دي الخواتات غادي انا ان شاء الله نولي معكم من نكون ندير الكسكس. حني وليت معكم الخواتات، انا شحرتها هي البصيله ديالي دابت كلها، ودرك غادي نزيد الطوماط. تجي زوينه ما تجيش كاع حامضه، مع الطوماط ما زايدين فيها حتى المعده، راكم عارفين الطوماط ضروري يزيدوا فيها واحد المواد حافظه على حسب باش من تبقى ما تطيعش، وما طيش هكا عاديه بحال الحب من طحنوها. حنايا راسنا كي كنربيوها خواتاتي، غادي نزيد الدامات ديال الكنور ونزيد التوابل والماء. هاني رديت البرمه هنايا، غادي نقلب الماء باش في ساعه طيب لي الحيمه. أربعة في الوقت يزرب، وانا ما عنديش الوقت باش نبقى انا عاد نشحر الحيمه ونزيد عليها الماء البارد، ما تجي زوينه. وهذه هي خواتاتي، هاني زدت هنا شويه ديال الماء باش تدخل ليها العطريه كلها في اللحم توازن ليا. وهذه هي هكا، وان شاء الله نتلاقاو من نكون نصاوب الكسكس. هاني خواتاتي درت الساشيه كلها ديال الطعام كيلو عندي هنايا، وانا عندي الكسكس ندير له الرغنون نفزقو هكا. كانت شو مشطبو اللحم تزقو هكا بالماء سخون. يجي زوين هكا بالماء سخون، دوك غادي نفزقو هكا وغادي غادي نصفي منو هذاك الماء ان شاء الله ونتلاقاو. هو خواتاتي الطعم ديالي هو باش نردو الفور، ها الماء باش غسلتو، ها هو الماء عاد راه فيه الكسكس شويه، هذا اللي خرجتو ديال الماء. ودرك هو الكسكس ديالي ما يجي لا مرغن لا داير، كاين الماركه اللي تعجن هادي نو، هادي زوينه ها هي. درك غادي نرجعو ليها نديرو في الكسكاس ونديه للبرماه الفور، وهذا كاع ما تخافو منه ما كيتعجن ما والو، بقى هكا كيما كتشوفو. وعندي غير وحده البنات عكست نجبد عندي برمه كبيره بصح ما تطلعليش في الساعه الكسكوس، عندي دي صغيره احسن. ودرك غادي نردها لخواتاتي ثاني درت هنايا، وعندي هنايا بقات لي المره الزوجه هنايا هكا، درك نرجعو ان شاء الله يطلع ليا ونتلاقاو من الطبق النهائي باش ما نطولش عليكم. يلا الخواتات هاني وليت معكم البنات، ها غدي هو الجدد ديالنا، عندي سخون راني مقاده بالمغرفه، عاد نولي انا ندير يديا. ها هو خواتاتي السمن، هذا راه عندي قديم، راني صوبته واحد الشهر ولا صوبت هذا واحد الشهر، وهذا راني صوبته غير البارح، راه عاد جديد مازال ما عطيتش باش نطيب باش نديرها في الكسكس ولا في كعكة بركوكش ولا. ها هو السمن ها فرنسا، الحمد لله علمونا الوالدين الله يخليهم لنا، ناد من القورصنا القورصنا. وهذا هو خواتاتي الكسكس ديالي، ها عندي ديال هذا بسم الله. درك ندير عليه من المرقه ديالو ونزيدها مع السمن نفكه به باش ما نسقيش بزاف، اللي كاين اللي يبغي الكسكو لاصوص زايده كاين اللي ما يبغيهاش. وهكا الخواتات وغادي نصور هكا حتى نخلط كلشي ونولي معكم نكمل ان شاء الله. هاني الخواتات، هذا هو الغديوه اللي غادي انا ندي لهاد الناس حتى هما، هذا هنايا الوحدين كاع جروب، وهذا هنايا الوحده وحدها، وهذا غدايا وغدا وليداتي بينسو خاوه في الراه،
وباقي لي هنايا غدايا انا وليداتي الحيمه لاصوص. ودروك غادي نوصل لهم ان شاء الله، نهود لهم. السلام عليكم الخواتات. السلام البنات، كي دايرين؟ مزيانين. هاني شربت معكم العشيه ديال العيد. اوه هاكوك عارفين الزياده واش يكون فيها؟ الزميطه ها هي. لا خلي لي مامتي صيفطتها ليا. اوه قاطو ميزو. درتها ماشي واخا عندي القاطو دايره، انا نبغي ندير شي حاجه خصيصا للعيد ديال الميلود. وهذا اتاي هذا تاي اللي يعجب ما الله يخليها لي يا ربي من هذا المنبر. الا ما كانش تاي كي هكا ما تشربش، تقول كذاك تاي ما نشربش انا، خص تاي ديال الرزع. ونتمنى ان شاء الله عيد سعيد على جميع ام سيدنا محمد الحبيب، ام الاسلاميه ان شاء الله. ونتمنوها يشفع فينا ان شاء الله في هذيك الدار. ونتمنوا يا ربي وحسنه، يا ربي وحسنه في النهار. كيما نقول دائما لا فامي نقول لهم انا نتمنى غير حسنه في النهار، ما نتمنى حتى حاجه في هذه الدنيا. والوليدات ان شاء الله يطلعوا ذريه صالحه. ونبارك لا فامي وخارج لا فامي من هذا المنبر، صحاباتي وخواتاتي وطفلاتي والمراه وسحمياني والعائلات طول الموند باللي بعيد باللي قريب، المرس خالي، البنت خالي، البنات خالي، كلشي نساوين خوالي. المهم العائله بزاف ما نسموش ما نخلوش، نقول لهم كلشي مبروك عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وبالصحه والعافيه لجميع ام سيدنا محمد الحبيب. وبسلام عليكم البنات وفيديو جاي ان شاء الله. وما تنساونيش من البارطاج ومن لي لايك خواتات. وكما كتشوفوا هذه هي العشيوه ديالنا، درت الكسكس بالنهار ودرك العشيه هكا من هبوتي لوليداتي ومن تلحقا كاع انا وليداتي هكا. وبنتي قالت لك ماما خصنا نديرو شي امداح ولا شي حاجه، راكو عارفين البنات ما كل واحد في هاد البلاد، ما كانت عندي لاشين كانت عندي. المهم ماشي هذا وقتها، من بعد ان شاء الله ومعنا حوايج كبيره ان شاء الله. يا ربي الله يخلينا على خاطرنا ويفينا ما رحنا نتمناو. السلام عليكم البنات وفيديو جاي ان شاء الله، نلقاكم فيما احسن نتوما لا فامي ديالكم ان شاء الله الصغيره والكبيره. وكما تشوفوا كما كتشوفوا هذه هي الحفله ديالنا البسيطه. وعاونوني بلي بجيم بجيم البنات، ما تدخلوش عليا بجيم. تدخلوا ديروا لي جيم وتحيدوها راه ماشي لورمان هادي. يلا نضحك معكم البنات، باي باي.